السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نكمل اليوم سلسلة مقاطع كروشيه الحروف العربية، واليوم مقطعنا عن حرف اللام والألف الموصول. رح أحتاج للمقطع خيط، سنارة كروشيه، مقص، إبرة للتنظيف، وماركر للمبتدئين. بالنسبة للخيط والسنارة، أنا عشان التصوير مستعملة سنارة كروشيه مقاس 4 ملليمتر، أكبر من المقاس المقترح على الخيط، علما بأن المقاس المقترح على الخيط 3.5 ملليمتر. بس لغير التصوير راح استعمل سنارة مقاس 2.5 ملليمتر عشان غرزي تكون قريبة من بعضها والحرف يكون نوعا ما ماسك نفسه. هذا كل شيء راح احتاجه للمقطع، وراح نبدأ في المقطع على طول. راح أبدأ شغلي بأني أعمل عقدة البداية وأحطها على السنارة، وراح أعمل 23 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. حلقة نشطة، أول سلسلة، ثاني سلسلة، في ثاني سلسلة في الفتلة الخلفية منها رح أشتغل أول غرزة حشو، في 12 غرزة الجايين الآن رح أشتغل في كل واحدة منها غرزة حشو واحدة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في الغرزة اللي بعد كده رح أشتغل غرزة منزلقة، رح أرتفع 15 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. حلقة نشطة، أول سلسلة، ثاني سلسلة، في ثاني سلسلة في الفتلة الخلفية منها راح أشتغل أول غرزة حشو، في 13 غرزة سلسلة الجايين في كل واحدة منها غرزة حشو واحدة. 15 16 17 18 19 13. الآن رح أقفل بغرزة منزلقة. في الغرزة التالية لمكان الارتفاع، أنا من هنا طالعة سلاسل، رح أقفل بمنزلقة في الغرزة اللي بعدها.
الآن في الست سلاسل الأخيرة راح أشتغل في كل واحدة منها غرزة حشو واحدة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. حرتب السلسلة، حقص خيطي وأخفي الخيوط الزايدة. بكذا أكون انتهيت من حرف اللام الموصول.